إتاحة الفرصة لمختلف المتدخلين في السلسلة اللوجستية والنقل لطرح انشغالاتهم بهدف تحسين أدائهم والاستجابة لتوقعات الاقتصاد الجزائري الذي يعرف وتيرة متسارعة في النمو، هي من بين النقاط التي تم تناولها خلال الصالون الدولي للنقل واللوجستيك بقصر المعارض بالعاصمة. كما انطلقنا منذ 2018 أيضا في مرافقة المتعاملين الاقتصاديين في مجال التصدير من خلال تنظيم عدة رحلات التي فاقت اليوم 110 رحلة نحو موريتانيا، السنغال، نيجر، مالي وكذلك شقيقة تونس. الأسطول الجزائري الميزة تاعو أنه يوفر فرصة للمتعامل الاقتصادي يكون عنده شركة وطنية يتعامل معها. إحنا الشركة كشركة وطنية الهدف تاعنا هو c'est de supporter l'opérateur, c'est-à-dire تعاون l'opérateur. صح إن شركة ذات طابع اقتصادي والهدف تاعها هو الربح، ولكن ليس على حساب المتعاملين الاقتصاديين. التعرف على آليات العمل والإدارة المتكاملة لسلسلة الخدمات اللوجستية أثناء الأزمات في مرحلة اقتصادية خاصة مثل ما حدث منذ بداية الوباء العالمي هو الشعار المقترح لهذه الطبعة السادسة التي جمعت أزيد من 60 عارضاً. في ظروف جد قاسية يعني مدة الجائحة التي أصابت العالم بكله، احنا وفرنا النقل، لم نتوقف وقمنا بالواجب، قمنا بتمويل المناطق التي كانت مغلقة بالمواد الغذائية والمواد الصيدلانية والأدوية. صالون النقل واللوجستيك حدث اقتصادي هام بالنسبة للمتعاملين في المجال من خلال تبادل الخبرات وتشجيع المصدرين للولوج إلى الأسواق الخارجية.